وسهلا فيكم، سنة 2019 سنة جديدة، بنعاد على الجميع. كل سنة انتم بخير. وهلا نحن حنبلش بالتوقعات، توقعات الأبراج، كل الأبراج من سنة 2019 لسنة 2019 كلها. وأول برج هو برج الحمل. برج الحمل بيمتد من 21/3 ل 19/4. برج الحمل مثل ما بنحكي دخلت عليها السنة سنة انفجارات وحظوظ بتجنن كتير، وانفراجات كتير قوي. بعد فترة ما كانت سنوات عديدة كانت عليها أشياء معاكسة وغير جيدة. هيدي السنة على الحمر هي سنة سفر وعلاقات مع الخارج، مع بلاد الأجنبية والآخر، حسب توقعات لهالسنة. تدخل أسواق جديدة وتتعرف عليها معارف جديدة، وتنتصر بمعارك تحديتها، وبتخوض معارك هالسنة أنت واثق من نفسك وقوي، وعم تخوض معارك قوية، وإن شاء الله بتحقق انتصارات ما كنت بتحلم فيها. مما نقول انه هاي السنة غير متوقعة، وحتصير عندك قلوب جذرية لمصلحتك انت الحمل، بتحقق فيها انجازات عجزت عنها في السنوات الماضية كلها، وبتبتعد عن مشاريع كانت لك وهمية ومش حاببها ومش ظابطة عندك. وعلى الحالتين حيصير عندك تغير جذري من بداية فصل الربيع، وحتصير عندك انفراجات قوية. ومن الميل العاطفية حيصير عندك علاقات حب، وحافظ على العلاقة العاطفية، حيصير عندك علاقات حب، حيصير في بعض مشاكل بس حافظ عليها بالمجهود والمثابرة والصبر، حيكون عندك قصة حب لا لها مثيل. وبالنهاية حتحتفل بالحب الذي يأتيك دون أي انتظار، دون أي مقاومة ومقدمات، خاصة في شهري آذار وآب، حتى تجد رومانسية وتعيش قصة حب سعيدة. بنتقل على برج الثور. برج الثور هو من 20/4 ل 20/5. برج الثور بنبشرك انه حتكون سنة جيدة وحالة جيدة، حيث ان سنة 2018 كانت عليك سنة قاسية بمولود برج الثور، حيث لم تكن لك محظوظ وكانت صعبة جدا عليك، ومرت بالكثير من خيبات الأمل. وأسف على هذا يا برج الثور، ولكن إن شاء الله في سنة 2019 حيكون عندك إفراجات، حب، غرام، مشاريع، علاقات وغيرها. على الصعيد المالي أمامك نجاح مهني عظيم وفرص تتوفر بصور مفاجئة، وغالبية الأحيان تبدأ بعمل جديد، تصل إلى منصب جديد، وقد يحصل تغيير في عملك، تتوسع أعمالك، توسع مشاريعك، نطاقات واسعة، انفراجات داخل الوطن خارج الوطن، وبما يجعلك منفتح على الجميع. تتلقى عروض جيدة فصل الربيع، فصل الصيف، يجعلك من اتجاهاتك الناجحة. وإلى المزيد من البشرى والسعادة مع قدوم فصل الربيع، ستجد حب وتمر بفترة إيجابية جيدة جدا. منتصف شهر أيار وأيام العاشرة من الأولى من حزيران، حيث تحصل لك لقاءات واسعة وغرامات وفرص عشق وحب وغرام. ننتقل معنا إلى برج الجوزاء. برج الجوزاء الذي ينتقل من 21/5 ل 20/6. برج الجوزاء كانت سنة شراكة وتواصل مع الآخرين. يا عزيزي برج الجوزاء، يكون منها نوع فيها التفرد والقرار، ممنوع عمل بالارتجال وبفردية، وعليك استشارة الآخرين وأخذ نصيحة منهم. أن نتفاهم مع الشركاء والأطراف الأخرى سواء ماليا أو عاطفيا أو اجتماعيا خلال عام 2019. نقلك لا أن ستكون سنة متموجة ومتبذذة، حيث تجد الارتباط والانفصال، شراكات وجبهات على الصعيد المالي، لكنك ستنجح بالنهاية وتصمد، ومع الصبر والفراء سوف تجد أهم النجاحات وتلقى أهم الاستثمارات، ونتمنى لك حظا جيدا. ننتقل معنا على برج السرطان. برج السرطان من 21/6 ل 22/7. يقول لبرج السرطان انك ستشعر، كانك تروح مكانك وستشعر بعدم الراحه، وبان الامور لا تزال تعاكسك، ومواقع الكواكب لا تمحك الكثير. ولكن دخول اورانوس الى برج الثور في شهر 2019 اذار، قد تتغير الامور وتصبح الى مصلحتك، وتنطلق انطلاقه جيده واسعه متثابره. لذلك عليك بالمحافظه على معنوياتك ومرتفعه. لو كنت بدايه السنه غير مريحه، ولكن الامور تنتهي إلى مصلحتك أنت برج السرطان. انتظر وخليك واثق من نفسك، وبالنهاية سوف تنتصر على كل أعدائك، وإلى مصلحتك وتنتصر وإلى النهاية السعيدة إن شاء الله. ننتقل إلى برج الأسد. برج الأسد من 23/7 ل 22/8. برج الأسد ستواجه بعض العراقيل، لكنك لا تمانع، فإنك تحب التحديات والمواجهات، ولا تحب الرتابة والروتين في حياتك. بالأجمل
لهذه السنة ستكون أفضل من السنة الماضية. وبالتأكيد ثبت موضع الكواكب كلها إلى جنبك ونجم لك الإيجابيات والعراقيل والمعاكسات، ولا تهتم إلى ما سوف يحدث لك، فإنك سوف تتصدى لها وتكون على المرصاد. ولن أأمن لك أن ستكون على عقد مهم وتبدأ بعمل استثنائي عندما يطل الصيف. قد نراك بمكان جديد، وإنك تتحسن ظروفك وعلاقاتك واستثماراتك وتوجهك، ويكون لك علاقات ونظرات إلى المستقبل بشكل أفضل. ننتقل إلى برج العذراء. برج العذراء من 23/8 ل 22/9. ينتبهك الارتباك بأول السنة، لكن لا تضعف ولا تستهزئ، فأيها لك تشعر أن هناك شيء يقلقك، شيء يجرحك، يعيق حريتك، وقد تظن أنك خاطئ وأن الظروف قاسية عليك وهرشة وصعبة، ولكن لا تخاف. لكن هذه الظروف تتبدل مع قدوم شهر آذار 2019، حيث تنقلب الموازين وتبدأ فترة جيدة وتعيد نفسك الهدوء والطمأنينة. تشعر بأنك بأهميتك وقدراتك العالية صامدة. أوضاع صعبة التي كنت تعاني بها منذ الشهرين الماضي ستصبح أفضل في الشهر الثالث والرابع والخامس. ستكون لديك فرص مميزة وخاصة بالعمل. ننتقل إلى برج الميزان من 22/9 إلى 23/10. برج الميزان هي سنة نجاح وارتياح وانتقال من أشياء جديدة. تزدهر العلاقات في شتى المجالات ومستويات، يمكن أن تصل لإنجازات لطالما حلمت بها. فنقول لك لا تقلق، لا تهتم، فالأشياء الفائتة سوف تأتي بالأشياء الأفضل. ونعهد ذلك في شهر آذار من 2019 في شكل إيجابي كبير وملاحظ. ننتقل من برج الميزان إلى برج العقرب. برج العقرب من 24/10 ل 21/11. مواليد برج العقرب إنه سنة 2019 هي سنة جيدة وحلوة عليهم كلهم، ويكون فيها العقرب على مفترق طريق، وهي سنة مهمة جدا في حياتهم، ومن الممكن أن تكون مصيرية في حياتهم، والممكن أن تأثر بأشياء تجري من حولهم. لكن أيضا السنة يخرج فيها العقرب من تقاليد وعادات قديمة إلى ابتكار، وانتصر على القلق الداخلي وتأثره بروح المغامرة. ونتوقع لبرج العقرب بأن تتركز جهودهم نحو الشؤون الداخلية والمالية، وتقول له بأنه ماليا سيكون مرتاح ومبشر ببعض الأرباح والاستثمارات ناجحة والعائلات التي تفوق الخيال في بعض الأحيان. يكون لديه عقد في هذه السنة مهم جدا تفكر فيه بشكل جدي وعميق، ولكن سيكون لديك بعض الأحداث التي من الممكن أن تشوش على بالك. فهذا وتضطر التعامل والتأقلم مع أوضاع طويلة. فالعقرب بشكل عام برج سهل التأقلم مع مختلف الظروف والأوضاع والتغيرات. ننتقل إلى برج القوس. برج القوس من 22/11 ل 21/12. برج القوس سيكون محظوظ بسبب وجود كوكب جوبيتر في برجه، لذا ستكون سنة عليه سنة مليئة بالألغام والموسيقى والشاعرية والإيجابية والحب والغرام والحياة المليئة بالأفراح والسعادة. سنة 2019 هي سنة استثنائية ومميزة جدا، ستعبر بك إلى منعطف جديد، وتحدث تغيرات بل ثائرات وموجات عربية وغيرها من الأحداث بحياتك المالية والشؤونية الداخلية. برج القوس سيكون محظوظ بسبب وجود كوكب جوبيتر في برجه، لذا ستكون سنة عليه سنة مليئة بالألغام والموسيقى والشاعرية والإيجابية والحب والغرام والحياة المليئة بالأفراح والسعادة. سنة 2019 هي سنة استثنائية ومميزة جدا، ستعبر بك إلى منعطف جديد، وتحدث تغيرات بل ثائرات وموجات عربية حياتك. أنا لك سنة سعيدة ومليئة بالنجاح والمثابرة حبيب برج القوس. ننتقل إلى برج الجدي من 23/12 ل 19/1. مولود برج الجدي من سنة ونص مرت بأحداث كثيرة وبتغيرات كثيرة، قد تستمر هذه الأحداث والانقلابات في 2019، فهي سنة تغيرات ستجعلك أكثر نضجاً ونقودك إلى بعض الإجراءات والقرارات التي لم تفكر فيها سابقاً، وهي سنة حاسمة لك. انتباهاً من شهر آذار ترتاح من بعض الأثقال وعلى الجديد، وتبدأ تغيرات بحياتك وتمشي نحو مسير جيد ومستقبل أفضل. ننتقل إلى برج التالو. برج التالو من 20/1
إلى 18/2. الأفلاك توصفك هذه السنة بعد سنة صعبة جدا عانيت منها، تسترجع حقبة بعد فترة معاناة وتجد على نفسك في درب جديد، تكون لك هناك دعم من فئات فاعلة وتعيد تحالفك مع الراقدين الذين يدعمونك في مسيرتك، ولو أنك اخترت تغير معا في هذه حياتك فهذا التغيير سيصلح إلى مصلحتك أنت برج الدلو. تختار في مشاريع قوية وناجحة وتمر بإنجازات محلية وخارجية، تصارعت من أجل الانتصارات، وقد تكون محيط الذي يقف طريقك ويقف في طريقك أمامك وأمام الآخرين معك إلى الانتصار. أتمنى لك حظا موفقا. ننتقل إلى برج الحوت. برج الحوت من 12/2 ل 20/3. أتوقع على برج الحوت أن ينتقل الحوت من فترة دقيقة مر بها في السابق إلى فترة جديدة ومستمرة، سنة مصيرية ستشكل مفترق طريق، وقد يملو على خيارات جديدة مدفوعة بالظروف وأوضاع ولكن لم تكن كغيرها من السابق. هناك الكثير من المفاجآت والتغيرات تكون أنت بحاجة إليها لبعض التصويب لضبط أنت خياراتك. قد تكون تضطر لتكون هدوءا ولين، ويجب أن يكون هناك أشياء كثيرة في حياتك لتستفيد منها ومن حواليك. وأتمنى سنة جيدة وسعيدة إلى كل الأبراج والحظوظ جميعا، سنة سعيدة ومليئة بالأفراح والمناسبات الجيدة والانتصارات والمشاريع المبهرة والإنجازات الداخلية والخارجية. وإن شاء الله يكون عجبكم هذا الفلوق، ونتمنى فلوق جديد حيكون قريبا، ولفكيت بعدين حتكون في خارج وطن الحبيب لبنان، حننتقل إلى بريطانيا خاصة لندن، حنبلش نعمل فلوكات برا على الشارع مع العالم على الطريق، مطارح، جامعات، مستشفيات، أماكن مع هومليس بيبل، العالم بتشردق، يعني حتكون متنوعة. بتمنى لكم سنة سعيدة وكل عام وانتم بخير. 2019 نحن لها.